تشتري جاهز؟ يعني في حدود 100-120 كيلو حاجة زي كده تقريبا. أنا سمعت إن هو 90-100 وشوية كده يعني. احنا مش بنقدر نعمله دلوقتي، احنا بنشتري جاهز عشان الكحك بقى غالي وكل حاجه غاليه، فبنشتري جاهز على القد بقى. لا ما بنعملش في البيت عشان مكلف. سمنه بكام ودقيق وسكر وقصه. والله كل حاجه غاليه، كل حاجه غاليه جدا خالص، يعني ما فيش حاجه رخيصه. لا لسه نجيب لبس العيد وكده، وبعد كده نجيب الكحك والبسكوت. غالية بره جدا، يعني اسعار رهيبة. كيلو مش هيعمل حاجة وتمنه يأدي اللي انت بتعمليه في البيت مرتين. يعني اقل علبة صغيرة ب200 جنيه. بشتريه، ما بعرفش اعمل. لا مش عايزة اسأل، لما نيجي ساعتها عشان ناخد الصدمة بتاعت العيد مرة واحدة واخلص. العيد عندنا في السودان غير عيدكم هنا. انت بتقولوا كعك، نحن نقول خبيز. لازم نعمل خبيز، فرحة للأطفال وفرحة للكبار.